أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. أعلن البرلمان عقد جلسة يوم غد السبت تضمنت فقرة أداء القسم للنواب الجدد بدلا عن نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم. وتزامن الإعلان مع إغلاق القوات الأمنية في بغداد جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء بالكتل الخرسانية، ليتسبب الإغلاق في اختناقات مرورية في بغداد والمناطق المحيطة بالجسر. وفي غضون ذلك شوهدت ناقلات للقوات الحكومية وهي تنقل كتلا أخرى إلى محيط المنطقة الخضراء، وشهدت الجلسة الأخيرة للبرلمان رفضا لاستقالة الحلبوسي بعد تقديم استقالته، حيث وصفها عراقيون ومراقبون بالمسرحية على حد وصفهم، حيث سقطت عدد من الصواريخ بعد ذلك على مرآب مبنى البرلمان. ويرى مراقبون بأن جلسة السبت هي محاولة جديدة لتحالف إدارة الدولة الإطار ومن معه لكي يتقدم خطوة نحو تشكيل الحكومة بعد أن يصادق على النواب الجدد. دعونا نشاهد هذا المقطع لقطع جسر السنك بالصبات الكونكريتية في العاصمة بغداد. الآن تم إغلاق جسر السنك بالصبات الكونكريتية ومنع مرور حتى المواطنين، وأكيد الإغلاق كامل. الآن أصبح لدينا جسر الجمهورية مغلق وجسر السنك مغلق لأسباب أمنية لا نعلم ما هي. نبقى في ذات سياق هذا الموضوع، وتساءل العراقيون عن جدوى انعقاد الجلسات لمن يصفون أنفسهم على أنهم ممثلو الشعب، بالوقت الذي يلجأ هؤلاء النواب إلى الاختباء من الشعب خلف هذه الكتل الخرسانية. دعونا نشاهد هذه المقاطع من تقطيع أوصال العاصمة بغداد استعدادا للجلسة المرتقبة يوم غد السبت، قبل استعراض تعليقات الجمهور واستقبال اتصالاتكم حول هذا الموضوع. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور وانتشار الصبات الكونكريتية في العاصمة بغداد. يقول وليد يوسف: نقترح إجراء عقد اجتماعات مجلس النواب في مكان آخر، من غير المعقول يقول أن تغلق الجسور الحيوية في بغداد الجمهورية والسنك وتوقف أرزاق وأعمال الناس من أجل جلسة مجلس النواب لمدة ساعتين. خالد يقول: لكل نظام سياسي عمر معين، وخصوصا إذا لم يواكب هذا النظام التطور ويعمل على تسخير طاقاته لخدمة شعبه فسيعجل في نهايته وتقصير عمره، فبهذه الأعمال حكومتنا تعمل على تقصير عمرها. مهيمن الخالد يقول: ما شاء الله، كل أسبوع ينغلق جسر السنك والجمهورية، ما مليتوا يا حكومة الظلم والسرقة. حميد محمد: يعني بشرفكم وهيج تخلصون دورة 4 سنوات، كل ما تعقدون جلسة تقطعون الجسور. إذن متلازمة قطع شوارع بغداد وجسور العاصمة بغداد مع كل جلسة للبرلمان يعاني منها العراقيون، يعاني منها سكان العاصمة بغداد، تسبب اختراقات مرورية كبيرة، غضب عارم من قبل العراقيين في الشارع العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. قبل أسبوعين تقريبا لم يستطع طلاب الدور الثاني من أداء امتحاناتهم بسبب قطع الطرق في العاصمة بغداد مع جلسة تجديد الثقة أو استقالة الحلبوسي التي رفضت وتم تجديد الثقة له. إذن هذه المتلازمة، وهناك دراسات عدة تؤكد بأن هذه الصبات
يعني سببت تشققات وانهيارات في الجسور وفي الشوارع في شوارع العاصمة بغداد، إضافة إلى التلوث البيئي التي تسببه هذه الصبات الكونكريتية. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أرحب بك معي أخي عبد الرزاق من بابل. يعني هذه المتلازمة، متلازمة وضع الصبات الكونكريتية، الصبات الخرسانية على الجسور، على شوارع العاصمة بغداد، متى تنتهي؟ أهلا وسهلا بك أخي عبد الرزاق. اشتغل عمر. نعم. بين العجم والروم بلوك البيانة. هذه العراقيل اللي جاي نشوفها هي كلها موافقة كيان الفارسي والاحتلال الأمريكي. نعم. اللي الشعب العراقي الجاي تحسب يعني قبل كم يوم مبعوث الأمم المتحدة بالأفكار. نعم. يعني قال بأنه الطبقة السياسية. نعم. أو القادة السياسي الموجودين بالعراق هم رادين وما يصلحوا قيادة البلد، فلما يكون يعني التعبير عنهم بهالصيغة هذه هم بعدهم متشربين بالحكم. نعم. أمريكا ما تريدهم والكيان الفارسي ما يريدهم، ما كان يربون، لكنه اللي يفتك عن المحتل هو محتاجهم برايات اخرى. فشوفهم جاي يعني يتعبون المواطن العراقي بهالطروعات هذه بهالعراقيل، حتى لا يعني الضرب من قبل جماعتهم هم نفسيتهم. سبحان الله، الاقتتال بيناتهم، التنافس بيناتهم، يعني خدمه المطلوب الحلال لأجل مصالحهم ومنافعهم على الكراسي. يعني احنا شفنا الاصلاحيه مع البوسي شلون قدم السمه يعني مرات يجدد الولايه وبدر، فهاي كلها مسرحيات يا دكتور عمر. نعم. يعني يتصورون بانه هي تطلع المواطن العراقي بيتوقعون بمواطن العراقي لهالدرجه، هذه ساذج. ثم ما يقدروا يحكون على انفسهم اليوم المواطن العراقي كشف الاعيبهم، كشف خداعهم، يعني ما اي وجه امام المواطن العراقي. يعني احنا جاي نشوف السياسيون الاخرى جاي يتنافسون على تقديم المواد والمشاريع للمواطن، لكنه نعم. للاسف الشديد احنا العراق يعني يبدو بان يعني النواب اخر من يفكرون به المواطن عندما يقطعون هذه الجسور والشوارع الحيويه. يعني تنقطع ارزاق الناس، اعمال الناس. زين، هو احنا اذا حكينا مثلا بالايام الماضيه مثلا اتباع التيار الصدري جابوا شفلاتهم والكرينات مالتهم وشالوها هاي الصبات. زين، المواطن شنو ذنبه؟ ما تخافون دكتور عمر. نعم. كان درجه من الذكاء كانت طبعيه سياسيه، يعني الذنب من المواطن حتى وكان من الاحزاب مالتهم يطلع على الانتخابات هو يدفع الثمن. يعني يوم المواطن العراقي بسبب اختيار هاي الطبقه الفاسده هو جاي يدفع الثمن للمعاناه، المشاكل اللي جاي يواجهها. يعني احنا يوم بعد يوم الالام مالتنا جاي تزداد بوجود هذه الطبقه السياسيه اللي ما يهمها غير مصلحتها. يعني المواطن العراقي توفر له خدمات، توفر له كهرباء، توفر له ماي، هاي بعيد عنها. اهم شيء هم وجودهم بالحكم، هذا نعم. اللي جاي نعاني منه. نعم. انا اشكرك عبد الرزاق من بابل كان معنا. معنا ابو صلاح من كربلاء. ابو صلاح، كيف ترى يعني كل ما تنعقد جلسه للبرلمان الجماعه يحطون صبات كونكريتيه على الجسور وبالشوارع ويقطعون يعني اعمال الناس، ارزاق الناس، الطلاب يعانون اذا كان عندهم امتحانات او دوام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله، يا أهلا بك. أسلم على قناة الرافدين البطلة. أهلا وسهلا، يا أهلا بك. والله هي مو بس يعني يحطون صبات، هم قطعوا وصال العراقيين. نعم. العراقيين راسك ذا تام. وهم هذول يعني مو بس بجسر السلك بالجمهورية، حتى بالمحافظات والأقلية بعد شدة. نعم. وصالها في المغرب. نعم. يعني محافظ عن محافظه مثلا. نعم. كانما انت رايح الدوله اجنبيه.
هذول هم شله سراق الكراميه، يدور الشعب تعبان فيسوون هاي الشغله، يدعون الشعب طاير. هم هذول المدربين والقتله العميله لان هم سرقوا مال الشعب، هذا الشعب تسوي. نعم. وبعدين عمر انا طرحت انه من دول عربيه سوي اجتماع، يعني اجتماع اضغاط هاي الحكومه العميله. نعم. زين هاي الجسور ما يفكرون بها بانه هذه الجسور ما تتحمل كل هذا الضغط وهذا الوزن لهذه الصبات الكونكريتيه؟ والله الجسر انا بقول لك تبلش حط الجسر راح تتكلم. نعم. من كثر الصبات وهاي النظام يجيب الكرينات يوقع الصبه وهذا الناصه مضروبه هذا من قبل الاحتلال الامريكي المجرم. وانا اقول هاي جسور الله ساعتها تنزل فقدر هم يرجعون جسور لان هم اجوا نفس خراب العراق. نعم. قال اهل المجرمين ذولا احنا نطالب الدول العربيه بالاجتماع. اطالب المملكه العربيه السعوديه ما صير مثلا الدول العربيه المغرب يعني مو دول عربيه ذولا مش العرب الساربين. نعم. الله ناس جوع بالعراق حتى انت لو جندي لو شرطي لو حاسب ولا تعيش. اني اشكرك ابو صلاح من كربلاء كان معنا. معنا حسين من النجف. ابو حسين او حسين ابو علي، كيف ترى يعني هذه الظاهره؟ الجماعه هي اصلا شوارع بغداد مقطعه الوصال بسبب هذه الصبات الكونكريتيه، نجد قدام كل بيت مسؤول او كل يعني مبنى تابع لحزب حاطين صبات كونكريتية، والجماعة أضافوا لها كل ما يعقدون جلسة يحطون صبات على الجسور وبالشوارع. خويا هذه بسبب هذه الحكومات، هذه المافيات، هذه هي سببت هذه ومنع الناس حتى تستمر بأرزاقها كل وقت بوقت. هذه مافيات، هذه فقاعة، الله وكلك فقاعة متمردة هذه، هذه اللي جاب بها الاحتلال الغاشم والرحل يعني لتدمير العراق ولفن العراق هذه، الله وكيلك، والا لا تساوي شيء ولا تقدم اي شيء خيرا للشعب، بل تزيده معاناه بشكل كبير. هذه كلها هذه الفقاعات هذه بالكامل هي تضع العصبات في الجسور وفي الطرقات وتقوم بملاحقه المتظاهرين والناشطين حتى تعتقلهم او تقتلهم. هؤلاء وهذا ما حدث بالعام 2019 كذا ما قتلت من المتظاهرين في بغداد والمحافظات على يد هذه الفقاعه وكل عناصرها المتخبط المجرمه هذه. اي والله يا اخوي، لكن ليس هذا، لكن احنا ننشد ونقول من هو اللي ارعى الاحتلال الغاشم؟ تلك الدول اللي اصدرت القرار بغزو احتلال العراق اعني وتدميره، وهي ما زالت موجوده في المهم حاليا ولا هي اللي نعم مجلس الامن تقصد؟ السابق نعم اخوي، مجلس الامن الدولي هو هاي الدول اللي سمحت بقرارها الصادر في تلك الفتره يعني لغزو احتلال العراق ورعاها الطاغية المجرم الأرعن جورج دبليو بوش. نعم يعني أنا أشكرك حسين، ولكن الملاحظة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003 لم تحصل على تفويض من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة لعملية غزو واحتلال العراق، بل كان قرارا منفردا مع دول من أبرزها بريطانيا. نذهب إلى الملف الأمني في محافظة البصرة. تشهد محافظة البصرة منذ أيام اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الإطار الموالي لإيران وفي مقدمتها العصائب من جهة والسرايا وأنصار التيار الصدري من جهة أخرى. ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى كبح جماح ميليشيا العصائب داعيا إياه أو دعا ودعا كذلك إلى التبرؤ من القتلة والمجرمين التابعين لهذه الميليشيات والتأكد من عدم الانتماء لهم. ودعا صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة كما قال في إشارة
إلى ميليشيا العصائب، وحذر من أنه بخلافه فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى لاحقا لترهيب وإخافة فترهيب كما قال فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع، والاقتتال الداخلي محرم وممنوع بحسب وصفه. وفي غضون ذلك أفاد مصدر أمني باعتراض مجموعة مسلحة طريق النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي الإطار التنسيقي، وافتعلت مشاجرة واستخدم سلاحا في محاولة لاغتياله، وقد فشلت بعد تصدي الحماية للمجموعة المسلحة. دعونا نستمع لجانب من تصريح النائب فالح الخزعلي المحسوب على الإطار التنسيقي الموالي لإيران، وكيف اتهم من سماهم عصابات خارجة عن القانون بمحاولة اغتياله. ما تشهده محافظة البصرة من أحداث وتداعيات خطيرة على المستوى الملف الأمني تتطلب موقف حقيقي من الحكومة الاتحادية للتصدي إلى الجماعات الخارجة على القانون. واليوم أثناء قيامنا بأحد الواجبات الاجتماعية تعرضنا إلى محاولة اغتيال مجموعة من الخارجين على القانون في قضاء الهارثة، وبالتالي تصدت لها القوة اللي موجودة من قطعات الجيش العراقي، بعد أن قاموا بقطع الشارع والرمي بكثافة على موكبنا، لأنه لولا تدخل هذه القوات أعتقد أنه لكان الأمر بموقف آخر أو موقع آخر. إذن هذا تصريح النائب فالح الخزعلي. وأصبحت البصرة الجبهة الجديدة للأزمة السياسية في العراق، حيث يمارس أنصار التيار الصدري الضغط على خصومهم من ميليشيا العصائب لقطع مواردهم الاقتصادية. وقد روعت الاشتباكات الدائرة في البصرة خلال الأيام الماضية، وروعت المواطنين بعد أن تضررت عدد من منازلهم بشظايا صواريخ الميليشيات المتصارعة. ولم يسلم تمثال الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب كذلك من الرصاص، ليرسل شباب البصرة على إثر ذلك رسالة معبرة عنوانها أن اخرجوا وتصارعوا خارج البصرة. وطبعا بالقرب من تمثال السياب أرسلت هذه الرسالة، وقد تم تعليق مغذي على تمثال الراحل السياب في دليل على إصابته. دعونا نشاهد. تمام شاحر مكان السياب ليلة البارحة تعرض إلى عدة إصابات، وأنا والأخ حسين الشحماني وبحسب أماحي وثلاثة الأخوة الناشطين جبنا له مغذي ركبنا له هذا يموت، فرحنا المستشفيات جبنا له وهسه العلم العراقي حطينا إليه، ونطالبكم بالغيرة العراقية. كافي كافي، نريد أمن وأمان، وهاي الحوائل ما لها ذنب، أهل البصرة ما لها ذنب، عندكم سياسة عندكم أحزاب عندكم كذا، روح للصحراء وتعاركوا عساكم بالهجام إن شاء الله، لا تتعاركون ببسط البصرة كان من يكون. نظر إلى تفاعل الجمهور العراقي حول الملف الأمني في البصرة وما دار من اشتباكات في الأيام القليلة الماضية، أكرم صالح الجاف يقول معقول البصرة أم الشعراء والأدباء والمفكرين هذا حالها؟ أما مصطفى يقول رسالة معبرة عن الوضع البائس اللي وصل إلى البلد والأمور متجهة نحو الأسوأ. أما أحمد فيقول امتاز بالشعر الحر والجماعة رموه رمي حر بدون أي حساب. آمال قالت حتى التمثال ما سلم بهذا البلد، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معنا اتصال أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، الملف الأمني في البصرة والاشتباكات الأخيرة التي حدثت في هذه المحافظة، وكأن البصرة ينقصها يعني أزمة أخرى من الأزمات التي تتراكم على رؤوس سكانها، يعني تعاني البصرة من قلة مياه الشرب، تعاني البصرة وشباب البصرة من قلة الوظائف وفرص العمل، لتأتي الميليشيات مرة أخرى وتتصارع فيما بينها في الشوارع وبين الأزقة والأحياء السكنية. تفضل أبو سمية، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي. يمتاز بلد العراق، بلد العراق من بين دول العالم أنه في كل يوم أزمة وفي كل يوم فضيحة. نعم. والجالسون خلف الكتل الكونكريتية لا يحركون ساكنا ولا يبالون ولا تتحرك أحاسيسهم تجاه هذا الشعب.
فأي أزمة ستواجه البصرة، أزمة الكهرباء أم أزمة الماء أم أزمة فقدان الأمن أم أزمة أن المواطن البصري قد أصبح يرى أن الحكومة لا تحترم إنسانيته ولا تحترم تراثه بإصابة تمثال بدر شاكر السيار الشاعر المعروف. أخي الكريم، متى يفهم الجالسون خلف الكتل الكونكريتية أنهم ليسوا رجال دولة؟ يا سيدي الكريم، أريد أن يطلعوا يوما إلى رؤساء أوروبا، يعني مثلا ديفيد كاميرون السابق رئيس وزراء بريطانيا السابق، أشاهده بعيني يلبس سروالا قصيرا ويعبر من إشارة المرور كأنه مواطن عادي يختلط ويحكم. أما الذي يتترس خلف الكتل الكونكريتية أقول لهم لستم رجال دولة، دعوا الدولة لأهلها وارجعوا إلى أماكنكم السابقة القذرة ودعونا وشأننا نصلح حالنا. وشكرا لك. شكرا لك أبو سمية من الأنبار. معنا أبو عمر من الناصرية. أبو عمر، يعني اشتباكات حصلت في محافظة البصرة، تهديد ووعيد من قبل التيار الصدري إذا ما تم إذا لم يتم كبح جماح ميليشيا العصائب، النائب فالح الخزعلي المنتمي إلى الإطار التنسيقي يتحدث عن محاولة اغتيال له. يعني البصرة تعاني ما تعاني، واليوم يعني تعاني من موضوع الاشتباكات ما بين الميليشيات. مرحبا بك معنا أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. عم عمر، أنا أشكر قناة الرافدين دائما طبعا أطلع هموم العالم ودائما سباقة بالحدثية. أنا أشكركم وأشكر الكادر مالكم. الله يبارك فيك ويسلمك. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله، أسمعك. حتى شاكر السياب يعني ما سلم. نعم. يعني تمثل شاكر السياب ما سلم من عندهم. نعم. دولة هاي حكومة عميلة. هاي طبعا ما أصلا ما عتها ضرة على الشعب. نعم. وما عتها ضرة على وطنها، لأن دولة مو وطنيين. مال اغتيالات هاي، هم هاي كلها هاي اختصاص بيه. نعم. يدمروا الشعب تدمر عمي، الشعب تدمر. يعني هذا ما عنده احساس، هو ما عنده احساس على وطنه. هو يعني شو تسوي له؟ كل ما يسمعون حطوا الصبات بالخضراء، هذه هو جاي يسوون. قال ادوا ليه ما عندكم سياده، ما تدعون ما تخجلون الشعب، ما تسمعوا المواد ما تنبهتوها، الزرعيتوها، الصناعيتوها، يعني لوين؟ نعم. لوين باقيين نحن يعني في هالنهاية؟ نعم. أنا أشكرك أبو عمر. نعم، أنا أشكرك أبو عمر من الناصرية كان معنا. معنا محمد من أمريكا، تفضل محمد، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. البطلة. أهلا وسهلا. أستاذ عمر، أنت أخي هؤلاء ليش يتعاركون على مود البصرة؟ في لقى الله يجي يسلموها للبصرة اللي صار، يجي يسلموها للخارة خوارهم العجل. أخواننا أهل البصرة ترى يجي يسلمون البصرة هنا، كفيكم الله وكفيك محمد. يجي يوم أحسن من باكر، نشوف القتل ناس تقتل ناس، الإطار وجماعة الجيش الميت، بس نشوف الجثث بالشوارع، كفيك الله. ولا خنازير السلطة قاعدة بالخضراء يخلوا صفات، هم عمي جبناه ذولي يدهم يحكمون بلد رحمة الوالدية، شان ينصبات وصبات جايبين، يتستحون، والله عيب عليكم، خزيتونا قدام الدول، الله طيح حشاك الله يضحكم، والله طيح حقكم وحظ جابكم، جيتوا التعليم جيتوا. جت تدمير العراق، الله يدمركم من 2003 حتى الآن سويتوا مخدرات، لا علم، لا ميكو، لا كهرباء، دمرتوا البلد. الله يجمع عليكم وعلى أهلكم إن شاء الله. فهو الله سيدنا محمد، الله يجمع عليكم. ولا أهل العمايل حشاك الوطخين
ولا كلهم ولا أميران ليش من العراق ولا أميران كذي حاطين صور الخملي الفاحش صور قاتل من مجرم ولا عمي ذولا ما يستحوا والله واحد من بالفلوجه طالع مباراة شال العلم العراقي القديم لعبوا ولعب عمي ولعب صور الخملي كلها بيبيلكم عمي معديها الخدي والعراب لابو عمامه تحياتي لقناه الرافدين البطله محمد من امريكا كان معنا ابو محمد من كربلاء مرحبا بك معنا ابو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك رحم الله بك حبيبي انا احنا كلها بكربلاء يعني قاطعين دول البرلمانيين نعم واريد افتهم انا بعد هو السياسي شو يريد يعني مثلا نور المالكي وغيره يعني يا اخي تنبكتونه ما خليته على حالنا حال يا اخي خليتوه ان شاء الله مشكورين ذمه انتم وعوائلكم ان شاء الله اسفونا شاركم يا اخي كافي مصرنا مهد قدام الدول هسه احنا الوسط بده قضيه قاطعه وبالمناسبه انا رجال لا تابع الاحزاب ولا تابع الكل شيء ناس رياضيين احنا بس والله العظيم ذول خجلونا امام الدول نعم وانا رسالتي للبرلمانيين والكتل السياسيه خلي يشوفون شرهم عمي الباقو مشكور ذمتهم هم وعوائلهم بس خلي يشوفون شرهم والله العظيم انا عندي مريض يشهد الله نعم يعني اداوي ما عندي نعم زوجتي تفلط بالاعصاب 12 سنه مقعده والله العظيم اروح المستشفيات واحد لابن على الثاني ان شاء الله ان يشافيهم ويعافيهم الله يعطيك صحه وعافيه عندنا مستشفى الكفيل بكربلاء اسم مستشفى الكفيل يعني بس البناجيل والاثرياء يروحوا لها يعني احنا الفقره وين نروح وجزاكم الله خير الجزاء اللي سمعتوا صوتي والله يسلمك واحنا علينا نحكي نعم. امام الله نعم. وامام الجمهور وامام الشعب وبلكي الله يستجاب لنا الدعاء هذا بيوم مولد النبي المرسل صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام أنا أشكرك أبو محمد من كربلاء كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشها معكم بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين وملفات أخرى من برنامجكم صوتكم أثار تحفظ النائبة في الإطار التنسيقي الموالي لإيران حنان الفتلاوي خلال مشاركتها في جلسة البرلمان العربي على إدانة البيان للقصف الإيراني على أربيل أثار موجة غضب واسعة بين العراقيين وعبر عراقيون عن سخطهم من ازدواجية النائبة حنان الفتلاوي المعروفة بنظرية 7 في 7 الطائفية كما يطلق عليها عراقيون حينما أيدت إدانة القصف التركي
لمناطق يتواجد فيها عناصر ميليشيا حزب العمال الكردستاني البككة المصنفة على قوائم الإرهاب، بالوقت الذي دعت فيه إلى تعديل البيان الختامي لجلسة البرلمان العربي وإزالة اسم إيران من البيان لتضمينه دعوة إيران بعدم التدخل في الشأن العراقي. دعونا نشاهد ونتابع ما قالته النائبة حنان الفتلاوي في جلسة البرلمان العربي. بس أكو مشكلة بالنقطة الرابعة والنقطة الخامسة، الصياغات حقيقة غير موفقة. العراق بلد يأمل أن تربط علاقات طيبة مع كل جيرانه سواء أشقاء أو غير أشقاء، وبالتالي لا نرغب أن نكون محور للصراعات أو تصفية الحسابات بين أطراف. نتحدث بالنقطة أربعة، يدين القصف التركي الذي استهدف عدة مناطق في جمهورية العراق. جزاكم الله كل خير، واقفين ويانا ومسانديننا، وإحنا نرفض أي تعدي على العراق. شنو الربط وكذلك التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن العراقي؟ نجي النوبي يدين بشدة الممارسات العبثية لحجب المياه العراقية. إحنا نحكي عن قصف، نجي على المياه، تدخلات. نجي بالنقطة خمسة، يؤكد دعم الكامل للعراق في مواجهة كافة التدخلات الإقليمية في شؤون الداخلية، وخاصة التدخلات الإيرانية السافرة. إذا عددنا لازم نعدد كل التدخلات. عندنا دول أخرى تتدخل بالشأن العراقي، ليش نذكر واحدة ونترك أربعة أخرى تتدخل؟ لو نذكر كل الدول نعددها، لو نشيل التعداد نقول يؤكد دعم الكامل للعراق في مواجهة كافة التدخلات الإقليمية سواء من دول قريبة أو دول بعيدة. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مما أسموه ازدواجية حنان الفتلاوي. يقول علي صدق كذيب، يعني الدول العربية تدافع عن العراق ومن يمثل العراق ما يدافع عنه؟ أما صلاح الجنابي يقول حقيقة يرتفع عند الضغط عندما أرى هكذا نماذج تمثل الشعب العراقي. خالد زكي يقول أنت لا تمثلين الشعب العراقي لأنك تمثلين إيران وذيولها. أما سمير فيقول مع الأسف تمثل العراق واحدة من أكثر من أجج للطائفية وزرع الفتنة. معنا اتصال أبو حيدر من العاصمة بغداد. مرحبا بك معنا حيدر من بغداد. حيدر، كيف ترى تصريح حنان الفتلاوي بأنها يعني رفضت أن يتضمن البيان الختامي لجلسة البرلمان العربي المجلس العربي في القاهرة بإدانة تدخلات إيران وقصف إيران في العراق؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه حاليا العراق لا يعيش في هاي المأساة، من باللوم كله على مثل من يقول اللوم كله على الدولة، نعم، أو على الدول الخارج أو الدول المجاورة للعراق فقط. لا. نجيب اللوم حتى على أنفسنا، لأن إحنا اللي نختار شخص وإحنا اللي نمجد بالشخص. إجا النور المكي مجدناه، حيدر العبادي مجدناه، كل شخص العراق إحنا نمجدها وإحنا نسقطها. فكل السبب اللي جاي من إحنا هاي أولا. ثانيا الدول الخارجية جداخت بكتارة، مثلا نجي على إيران. إيران ما تريد لنا خير، يقول لك أنا اليوم أريد أخذ ساري ساري مال قدام حسين وقبلها وقبلها. فإحنا نقول خلنا نحكيها بصورة عامة ونكون واضحين أن إحنا جاي نعيش واقع، ولازم نعيش الواقع بوضوح. يمجدون الإيران والسنة يمجدون للسعودية تريد الخير للعراق، ولا هذا ليس بالتعميم العراق. يعني حيدر حيدر حتى بس تكون الصورة واضحة لك وللجمهور، هذا التمجيد أو الدفاع يكون من قبل نواب أو مسؤولين تابعين لهذه الدولة أو تلك. مو فقط النواب. إيش قد يعني النسبة؟ إيش قد النسبة؟ نسبة شنو يعني؟ نسبة هذه الفئة تدافع عن هذه الدولة وتلك الفئة تدافع عن تلك الدولة. يعني شلون سويت أنت مثلا استبيان؟ سويت استبيان اسمح لي. سويت أنت استبيان يا حيدر. أنت سويت استبيان. رحت افتريت على كل المحافظات العراقية وسويت استبيان بأن هذه المحافظة أو هذه الطائفة
هذه الطائفة تؤيد إيران وهذه الطائفة تؤيد تركيا، ما الشعارات اللي خرجت بتشرين وبالتظاهرات رافضة لأي تدخلات. أي دولة يرفع بها أكو مقولة، أي دولة يرفع بها علمياً تعتبر دولة خاطئة. قانون لو مو قانون هذا شلون؟ العلم الإيراني هي أي دولة يرفع بها علمياً من غير دولة تعتبر هاي الدولة خاطئة. نعم بمعنى الكلمة هسه بوقتنا الحالي علم إيران موجود ما شاء الله بين المحافظات. قبل فترة صارت العيد الوطني الرفع العلم مال السعودية. احنا من نروح لهاي السلبيات اللي تنعيش على نوضح على الحكومة الحالية بالشكل العام. بالشكل العام هذه الأمور مرفوضة، يعني الشعب بشكل عام يرفض هذا الشيء. نعم. لا لا الشعب هسه ما شاء الله نص الشعب يصفق الإيران ونص الشعب يصفق للسعودية وغيرها وغير الدول ويصفق للإنمان شعب يتجز مثل ما تقول الشعب ما ثابت على شيء. احنا ما ندب الصوت كله بالشعب، لا عندنا دور وعندنا سيادة. السيادة راحت، هذا الشيء منتهي من عند سيادة العراق راح. لأن ليش سيادة هسه تركيا ضربتنا؟ يعني انت اليوم من دولة تقصفك، من دولة تقصفك، هل هذه مسؤولية المواطن البسيط لو مسؤولية الحكومة الجيش. اللي هي تتحمل هذه المسؤولية اللي هي ماسكة الجيش والشرطة والداخلية والخارجية والدفاع كلها هي مسؤولية العراق بشكل عام، سيادة العراق بشكل عام. نعم سيادة نمثل سيادة العراق بشكل عام. نعم أنا أشكر حيدر من بغداد كان معنا. معنا أبو علي من البصرة، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الملف الأمني اليوم فالح النائب فالح الخزعلي قال أنا تعرضت إلى محاولة اغتيال، وشفت أنت اللي صار من مواجهات عسكرية في البصرة وكانت الحكومة غائبة، خلينا نكون واقعيين وواضحين، يعني تروعوا الناس بالتأكيد. أي هذا إلى متى يبقى هذا الوضع؟ يعني إلى متى يعني لازم تكون هناك وضع حد لهذه المناوشات لهذه الاشتباكات؟ أستاذي بالنسبة اللي قاعد يصير بأهل البصرة واللي صار أهل البصرة وهذه المناوشات اللي صارت نعم. بين التيار وبين العصائب نعم. والاحتداءات هي اللي بدوها هم بالنسبة للتيار وقاموا يستعرضون بالبصرة وسياراتهم المسلحة. نعم. والحكومة البصرة حقيقة ما تقدر تحاكيهم بهذا الموضوع أو ما تقدر تصدنهم بهذا الموضوع. كارثة. هذا بالنسبة للاتجاه الأول. نعم. طبعا كارثة. أستاذ محمد نعم. ودار نتحدث على قضية اليوم الصبات اللي عرضتها الحكومة العراقية يا نعم. أخي يا أخي خلي يشكلون حكومة، خلي يشكلون الشعب العراقي تعب يا أخي، موازنة ماكو، صعود بالورق يا أخي، الشعب تدمر يا أستاذ محمد. احنا نريد هسه اي واحد خلي يشكل لنا حكومه يا اخي، خلي يشكلون. ليش اموالنا قاعد تنسرق يا اخي؟ النفط هسه بشرفك انت يعني تدري هذا النفط قاعد ينسرق، ما حد يدري بي يا اخي. حكومه الكاظمي وين قاعد تودي النفط ما ادري. اثنين هو حكومه الكاظمي منتهيه، انت شنو قاعد تتعاقد ويا الدول يا اخي؟ شنو تروح للاردن، شنو تروح لمصر، شنو تروح للسعوديه تتعاقد وياهم؟ يا اخي انت مالك حق، انت منتهي ولايتك. المفروض اكو حكومه جديده هي راح تتعاقد وهي المفروض تستلم يا اخي الحكم. انت شنو انت مالك كل حق يا اخي؟ اذا تشكلت حكومه بس اختم وياك عيني ابو علي، اذا تشكلت حكومه راح تحل كل هذه الازمات يا اخي؟ نقول بلكي الله تنحل. نعم أنا يعني أشكرك أبو علي من البصرة كان معنا. نذهب إلى ملف آخر، حيث كشف مدير عام الدفاع المدني في العراق اللواء كاظم بوهان عن مفاجأة تتعلق بتخصيصات التغذية لمنتسبي المديرية بوقت الحوادث، لافتا إلى أنه يتم التحالف مع أقرب مطعم فلافل كما قال. وقال بوهان في حديث متلفز بأوقات الحوادث نتحالف مع أقرب مطعم فلافل لعدم وجود تخصيصات مالية للدفاع المدني، وأضاف ليس لدي صلاحية أصرف دينار واحد لإطعام المنتسبين في أوقات الحوادث، وأنا من يدفع أموال الطعام للمنتسبين أثناء الواجب.
وأكد عدم وجود تخصيصات لتغذية المنتسبين في الموازنة، وتابع عن عند الحوادث نشوف أقرب مطعم فلافل نتحالف وياه. طبعا أثار هذا التصريح ردود فعل متعاطفة مع رجال الدفاع المدني وجهودهم التي وصفت بالجبارة خلال مكافحة الحرائق في الوقت الذي تتخلى عنهم الحكومة ولا تقوم بشملهم برعايتها واستحقاقاتهم التي يفترض أن تقدمها لهم. لنشاهد هذا التصريح. دائما نتحالف مع أقرب محل الفلافل. صدق؟ نعم. تتحالفون مع أبو الفلافل أقرب مكان إلى الحادث؟ نعم. لرخص السعر؟ نعم. وبعد؟ ولعدم وجود تصريح. أنا مدير دفاع مدني. من عندك تصرف لو من عندهم؟ ما عندي، أنا عليهم أكل، هم يجيبوا لي لفات الناس يعني. صدقت هالشيء؟ إي نعم. أنا مدير دفاع مدني عام، ما عندي صلاحية أصرف دينار لإطعام منتسبين بالحوادث. المشراق ب 2016 تسعة أيام نصرف من عندياتنا، وأذكر بخير قائد الشرطة الاتحادية الأسبق الفريق رائد شاكر جودة اللي باشر يعطينا من أرزاق الشرطة الاتحادية. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع تصريح المدير العام للدفاع المدني. يقول فالح دولة واردات مليارات تتعاقد مع مطعم فلافل، يقول مع شديد الأسف. أما باسم العلوي فيقول أريد واحد يطلع يقول نملك تخصيصات ماكو، شال موازنات وين جاي تروح. أما أبو حسام فيقول بلد فقير، ناس تخمط مليارات وناس تاكل فلافل على حسابها، وهم بالواجب المكلفين به يقول والله عيب ومخازي. محسن حميد يقول يجب فصل الدفاع المدني عن وزارة الداخلية وجعلها مستقلة بميزانية خاصة لتطوير عملها. نعم. دعونا نذهب إلى الهاشتاج. طبعا ما زالت قضية اعتقال القوات الحكومية لأربعة أشخاص على خلفية رفع العلم العراقي القديم في محافظة الأنبار تشغل الرأي العام، الذي قارن بين ما حصل لهم وبين عشرات الشواهد التي يرفع فيها علم إيران، فضلا عن صور لشخصيات إيرانية متهمة بالإرهاب دون حسيب أو رقيب كما قال عراقيون. وجاءت عملية الاعتقال التي نفذها جهاز الأمن الوطني ضد الأشخاص الأربعة بدعوى تمجيد النظام السابق في محافظة الأنبار، حيث كانت القوات الحكومية قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي طفلا في مدينة الفلوجة لا يتجاوز عمره 12 عاما بسبب رفعه العلم العراقي القديم. وأثارت عملية الاعتقال هذه موجة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد ان تفاعل عراقيون على وسم الأمن اللاوطني كما قالوا يعتقل شباب الأنبار. دعونا نستعرض عددا من هذه التغريدات تحت هذا الوسم. يقول عمار الدليمي أين الأمن اللاوطني كما أسماه ممن يمجدون في المقبور قاسم سليماني ويرفعون الأعلام الإيرانية وسط الخضراء. أما إيفان فقالت شا من مجدوا قاسم سليماني وهادي العامر ونور المالكي وأبو مهدي وهم كلهم قاتلوا ضد الجيش العراقي، ما حد ألقى القبض عليهم. تقول أما نيزك فتقول عندما يحكم أسافل الناس وأرذالهم. الفلوج يقول عندك سلاح تستعرض به عادي، عندك ميليشيا تتقاتل ويا ميليشيا عادي، عندك سلاح عشائر تتقاتل بيناتهم عادي، عندك خونة وجواسيس وعملاء علني عادي، بس يرفعون صور صدام ويمجدوه لا ممنوع ما يصير. والآن نذهب إلى أنفوغرافيك. يباشر التلاميذ في مدن العراق في 12 من تشرين الأول الحالي في سنة دراسية تجمع مصادر تربوية وسياسية أو تجمع مصادر تربوية وسياسية على وصفها بالبائسة عندما يدخلون فصولا دراسية بلا مقاعد ولا أدوات، فيما تفتقر الغالبية العظمى من المدارس للكتب المنهجية، بينما تستعين مدارس أخرى بكتب قديمة وتالفة. وتعاني جميع مديريات التربية في عموم محافظة العراق من أزمة في توفير الكتب بما فيها العاصمة بغداد، بحسب مدير عام تربية بغداد الكرخ الثالثة سعد الربيعي، الذي يعزو ذلك إلى عدم توفر التخصيصات المالية لوزارة التربية من أجل طباعة الكتب. يا ترى كيف سيستقبل طلبة العراق عامهم الدراسي الجديد؟ المزيد مع
هذا التقرير الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع. تكرم تواليتات صحيات كلها مكسرات. اليوم ننطلق على بركة الله هذا المشروع، يجب أن نكون كذلك واضحين أن هذا المشروع سوف يشمل جميع محافظات العراق. ألف مدرسة. ماده السندويش بنال اللي هي يعني رفضت حتى صحيا وبيها خطوره عاليه لانه سريعه الاشتعال بالحراره. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.